السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هلا رح نعمل مهمة دي الخامسة. نكون رايحين على المدينة الثانية بيجي فاسي. واللي هي مهمة القوارب، سرقة القارئ. هيك ببلش المهمة. نحن لازم نقتل الموجودين. ونسرق القارئ. نكتب أسبرين اللي هي كلمة الدم. هيك نحن نكون وصلنا على إدارة القوارب، فينا ننزل القارب. وهلأ اجتنا موجة منه. ممكن قمعناها. القارب مجنون شوي. هيك نكون فزنا مهمة دي الخامسة. شكرا لكم.